انا قاعد بدبي كمان. كان في عجيب سيل عمله اربع اشهر عمله جسد. شو اخبارك انت؟ والله زمان ما شفناك. ايه والله هذاك رمضان. شو تمام؟ ايه الحمد لله. شو الاخبار؟ ماشي الحال يا اخي، ماشي الحال. انا عم فكر في مدرسه، ثلاث اربع مدارس بدنا نعمل لهم مهرجان بمدرسه واحده. فهمت شو؟ نجمعهم بملعب واحد نعمل له مهرجان. قلت بحكي معك. نشوف بركي نوصل لاتفاق. بس لحظة. الو، ايه جوزيف، هذا بعت لي اس ام اس وبعت لي فويس انه طلع على البيت وكسروا. ايه؟ قال له يطلع يشيل السيارات لان يمكن يحرقوا له سياراته بالليل هيدا. ايه يشيل السيارات، شو بدنا؟ ايه شيلهم. ايه حطهم عند يوسف بوادي شحرور. يلا اذا جد شي احكيني. انت ما كثير تخيل مع انتبه على حالك حبيبي. باي. علي صوتك حبيبي. في شي رئيس كمان؟ قصة كبيرة. هي عندي قرابتي أخذ خطيفة. طلع أهلها عشاير مع عشاير. مشكلة. إيه. قاعدين هون بحزمية مرتق لها. بس عم يهددوا وما يهددوا يعني. خيي قل لي أي شيء بدك شو؟ خيي زعران. خيي عم بقول لك أعطيني رقمه، من هو مين عم في حدا معك رقمه؟ هي عندي رقمه بس زعران. هي مطرب بس بعجبك انا. بعرف حبيبي بتعجبني. صدقني شو كل سالك زادك. زعران زعران خيي. انت حبيبنا. حبيبي. قوموا يعملوا معك شيء، زعران هن ثلاث اخوه. يا خيي بس واحد بدي احلهم. لا اعطيني الرقم خلص. الو. ايه شيل هروب انت بالسيارات. ما تزعل طريق العام بركي لقيوك. هلا بالي بالمهرجان وبالي بالمشكل، البنت مخبيينا نحن. هلا عندي شب صاحبي هون مطربنا عم بقول انه بيقدر يربيهم. اكيد اعطيني رقمه. هلا بدي ابعث لهم حدا يقرص لهم عجينه. يلا من مايل الثاني نشيل السيارات. قفل الجنينه مزبوط. باي. وصلت للبيت، وصلت السيارات. ايه عم بهدد بيحرقوا البيت وبيحرقوا السيارات. معك رقم يا خيي؟ يا خيي بس زعران. يا خيي اعطيني رقم، تعطيت شان بعجبك. لا لا علي. شو بتعمل معه؟ احن ليك. تفضل. اعطيني رقم. الو. اوف. طيب يلا زموت بريشك، زموت بريشك. كبرت يعني. خي زعران ثلاث شباب فيك ليجوا. خي عم بقول لك اعطيني رقمه، ثلاث شباب كل حيث حديث. اعطيني رقمه. عم بضايق شباب. يا خي اعطيني رقمه. الجماعه عرفوا وينك وشكلهم جايين وصلوا بسرعه. يا الله. قل لي اعطيني رقمه يا خي كمان. شو رقمه هول بيعوصوا يا خي؟ يا حبيبي. يا حبيبي.